مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. أصبح موضوع رفع معدلات الفائدة الأمريكية هذا الشهر شبه مؤكدا، ولكن الحركة السوقية كانت تحت سيطرة عمليات البيع في أغلبية العملات المرتبطة بالسلع، خصوصا الدولار النيوزيلندي. استمر زوج اليورو والدولار الأمريكي بالارتفاع من الدعم الأخير عند 1.0525، مما يضع النمط التنازلي طويل الأجل محل التساؤل. تعرض زوج الدولار الأمريكي والين الياباني للبيع بشكل قوي من الارتفاعات الأخيرة قريبا من 115.00، ولكنه من الممكن أن يستأنف ميوله التصاعدية طويلة الأجل. ارتفع زوج الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي بشكل قوي من الدعم القريب من 1.2200، ولكن يبدو بأنه غير قادر على الاختراق خلال المقبض 1.2300. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.